السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على متتبعين ومتتبعات هذه القناة العزيز الغاليين على قلبي. شكرا الله كنزعكم، الله يغطس لكم ويديكم الجنة ويعطيكم الجنة ونعيمها يا ربي، الله يحفظ لكم والديكم. شكرا لك التعاليق الطيبة بحال قلوبكم يا أطيب قلوب. شكرا الناس اللي التحقوا بالقناة جداد، فضلكم على راسي، وكذلك الناس القدام اللي غيلتحقوا بالقناة جداد. هذه قناتكم ماشي قناتي، دائما انتما العائلة ديالي الثانية، والله يفرح قلوبكم، الله يبعد عليكم شر الأنفس والمرض يا ربي وقلة الحاجة، الله يعطيكم حتى يرضيكم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الموضوع، لا فيديو اللي خرج محمد ووجه واحد الرسالة. صراحة انا كنت شحال هادي متسنية هاد الرسالة من محمد انه يوجهها لهاد القنوات هادو، اللي صراحة قال لك محمد وراضية يضربوا فيهم، محمد وراضية علاش يديروا قناة، محمد وراضية شحال مساكن كانوا تعدق، والوليدات الصغار مساكن ما خلاهمش في حالهم، حتى هما جبدوهم ما خلاهم ما قالوا فيهم، ولكن وجه راضية راه باقي تيدخل الادسنس في هذوك لا فيديوهات عندكم، وجه محمد باقي تيدخل الادسنس عندكم. وكذلك هذوك الوليدات حتى هما راه باقي تيدخلوا الادسنس في هذوك لا فيديوهات. ايوا نوصل لكم الميساج اللي قال لكم محمد، قال لكم محمد حيدوا لا فيديوهات نتاعو اللي فيه هو ومراته ووليداتو. سمعتوني مزيان؟ ايوا، اللي حضر يعلم اللي ما حضرش، ولكن راه كلكم نتوما حاضرين وسمعتوه، ولكن درتو ودن من عجين ودن من طين كما عادتكم. تعرفوا تخرجوا تقذفوا في هذه العائله، ولكن عند باش تكون عندكم النفس الحاره. ويلا هي العيالات هي القادات، اللي يعرفكم ما قادش على والو، قادات على المعاطيه وجبيد الاعراض والصب في الاعراض تاع النساء المغربيات ونتاع الرجال المغاربه ونتاع الاطفال الصغار مساكن اللي ما داروا لكم حتى شي حاجه. نتوما راه من المغضوبين عليكم، حيت مادام تتاكلوا في اللحم نتاع اقرب الناس ليكم راه من المغضوبين عليكم بطبيعه الحال. ايوا يلا ديروا النفس، ولا النفس ولينا نشوفوها غا في الرابوس قال لك باقي مخليين لا فيديوهات. ايوا لا سميتكم رجاله، حيدوا لا فيديوهات نتاع محمد وراضية اللي بيهم دخلتوا الادسنس وبيهم وصلتوا العلوي اللي كنتوا تتحطوا راه فيها راضية 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 راضية، محمد 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 محمد، عائلة راضية ومحمد هو بس طلعتوا القناة. هذاك الدرع راه تيسال فيه محمد وراضية، راه ماشي نتاعكم ها بوحدكم اللي فرحانين بالدرع نزغرطو ليكم. ايوا مبروك 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 مبروك. ايوا فين مساكن هاد الناس العرق نتاعهم، هاد الناس مساكن اللي كانوا في هذيك القناة، هاد الناس مساكن اللي ضربوا تمارة، هاد الناس مساكن اللي كان الجزاء نتاعهم انهم تسبوا وتقذفوا، اللي كان الجزاء انهم تسبوا وليداتهم وتقذفوا على هذيك الطفلة الصغيرة يلي ما تتحشموش وما تتخافوش من الله، اللي قذفتوا ما خليتوا ما قلتوا فيها، خرجتوا فيها الكلام النادي وهي دمكم ولحمكم. على احنا منين سمعنا الضرب في وليدات راضية؟ ها مؤخرا سمعنا طفلة مسكينة، طفلة رضيعة سمعنا من القناة الكبيرة قال ان باها وامها راه فاش ولدوها ما كانوش مجوجين. بالله عليكم ترضوا على نفوسكم، تسبوا اقرب الناس ليكم وما تحيدوش لا فيديوهات نتاعهم. ايوا قلتوا راديو محمد انهم ماشي مزيانين، ايوا حيدوا هذوك لا فيديوهات نتاعهم ما تخليهمش في قنواتكم، هذا هو الحق. انا بنادم من ما صلحش اليوم ما مزيانش معايا، ليش نخلي لا فيديوهات نتاعي يدخلوا ليا الادسنس؟ ها ولا راديو محمد كانوا مزيانين نهار كبروا القناة ونهار طلعوا القناة ونهار مساكن اللي قلتوا اليوم كانوا يديروه، ولكن فاش شافوا بزاف نتاع الحوايج ماشي زوينين وخرجوا من هذيك القناة ولاو خايبين. ايوا هما الحمد لله تيخافوا من الله وعارفين بينهم مع الله، ماشي بحال شي ناس. وسمعتوني؟ ايوا الغايب اعلام اللي ما كانش حاضر ورا كلكم حاضرين قلبت عليكم حيت نتوما تتبغيو تقلبوا الحقيقة، نتوما عندكم دائما المفهوم
قلب الحقيقة. كيف سنشوفوا في الفيديوهات نتاعكم هذيك المسرحيات البايخة والمسرحيات التي تثير الاستفزاز؟ فهمتوني والله العظيم، حيت انا تيعجبني الصراحة اللي تيكون راجل حر. الرجل الحر ما تيضربش في المرأة المغربية، الرجل الحر ما تيضربش في الأطفال الصغار، الرجل الحر ما تيجلسش يتعاطى في اليوتيوب، الرجل الحر فهو رجل مغربي. محمد مش مناش تيتعاطى في اليوتيوب، بكل احترام تيخرج يهضر جوج كلمات ما شاء الله تيخرجوا من فمه ما شاء الله بكل عقلانية، وفيهم الحمد لله الدين والاحترام. راجل تيحشم وتيخاف الله، مرضاش على بزاف نتاع الحوايج ما كانش راضي عليهم، وخرج ودار قناته، قناته بغى ياكل منها طرفة الخبز، حاربتو اقرب الناس ليكم. وفي التالي علاش ما تحيدوش لا فيديوهات نتاع هاد الناس؟ ياك هاد الناس ما مزيانينش معاكم، علاش باقيين مخلين ترضوا على نفوسكم ان وحدين ما مزيانينش معاكم وتخليو لا فيديوهات نتاعهم؟ ها، ولا الادسنس زوين براديو محمد، ولفتوا الادسنس براديو محمد، يلا نتحداوكم حنايا معاكم في تحدي ان كل قناة من هذوك القنوات اللي تيضربوا في راديو محمد والمقربين منهم، يلا حيدوا لا فيديوهات نتاع راديو محمد وليداتهم اللي ما خليتو ما قلتو فيهم. وخرجت كذلك اخبار كما سمعنا من نجيب من اقرب المقربين ان كان وسط العائلة هو اللي يخرج انهم الناس يسبوا يقذفوا في الاطفال. عباد الله ما رحمتوهمش، اطفال صغار نتوما في صراعات كبار ولكن دخلوا الاطفال، علاش علاش نسبوا نقذفوا في الاطفال؟ قولوا لي واش عندكم نتوما؟ بالله 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 ذرة رحمة، عندكم نتوما مبادئ، عندكم قيم، على اللي تتسبوا في الاطفال الصغار؟ بريئين مساكن ما داروا حتى شي ذنب ليكم، شنو داروا لكم هذوك الاطفال اللي ما خليتو ما قلتو فيهم غير مؤخرا؟ طفلة صغيرة مسكينة ما خليتو ما قلتو فيها، وتسميو روسكم برجال، وتسميو روسكم بنساء، وتسميو روسكم انكم تدافعوا عن الحق، اين الحق في هذا؟ اين الحق يا اصحاب الباطل؟ يا عواد جهنم، وتقولوا الحق، فين هو الحق؟ قولوا الادسنس، قولوا تدخلوا الادسنس باللحم خوتكم. احنا الحمد لله راه كاملين مسلمين، علاه ماشي حرام انكم تاكلوا اللحم بعضياتكم؟ ماشي حرم الله ولحم بعضياتنا هي نجلسوا ننموا في بعضياتنا ونجلسوا نقذفوا في بعضياتنا ونجلسوا باش ندخلوا الادسنس اللي تدخلوه كله حرام بهذاك السب والقذف في اطفال وفي نساء؟ هذا هو المحتوى اللي تتشرفوا به؟ اش غنقول لكم؟ الله ياخذ فيكم الحق، بكراكم ما تتخافوش من الله ولكن ربي ليكم بالمرصاد. يلا سمعتوا محمد؟ ايوه يلا يلا، جمعوا لي كاملين اصحاب القنوات اللي عندكم هاد لا فيديوهات وحيدوهم. يلا شفتوا الراجل خرج بكل هدوء وبكل ما شاء الله عقلانية، ما سب في حد، ما قذف في حد، قال جوج كلمات خلاتكم دايخين، حيت تيهضر واحد ما شاء الله، واحد الكلام ما شاء الله موزون بعقلاني، ماشي خبيث، ماشي تيخرج يتلون كيساسة، ماشي تيضرب في الأطفال، ماشي تيضرب في النساء، ما ضرب في حد، الحمد لله عارف بينه مع الله وربي غيجيب له حقه حتى لعنده. وحيد لا فيديوهات نتاع محمد وراديا اللي باقي تيدخلوا لكم الادسنس، ومهما تقولوا اشنو ديروا وطلعوا تنزلوا، راه براديو محمد طلعتوا القناة وبوجه راضية هذيك المرأة القادة ما شاء الله اللي قاتلاكم بالسم وبالغيرة، حيت إلا ما عندكش سميت راضية في الدار كتبوها في الحيط بس تفكروها. فهمتوني؟ هذا قاع حسد، هذا قاع بخد، هذا قاع حقد، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله منكم. أنا دائما سنقولها، لا يجاورنا بكم لا دنيا ولا آخرة، لا ميتين ولا حيين، أعوذ بالله. شاودي شاودي شاودي، الحمد لله اللي ما نتوما لا من دمنا ولا من لحمنا، أعوذ بالله منكم. واش ضربوا في أطفال؟ أطفال صغار أبرياء مساكن ما داروا حتى شي ذنب ليكم، والديهم استغليتوهم، ما خليتوهم ساكن، ما خدمتو بهم، رجعتوهم عساسة، رجعتوهم خدامة، استغليتوهم بكاع بالوسائل تاع الاستغلال، استغليتوهم، طلعتو قنواتكم، ما عطيتوهمش مساكن رزقهم، عرقهم مساكن اللي عرقوا فيه،
طلعتوا قنواتكم وقلتوا لهم يلا زيدوا مع الطريق، وجهكم كان تيدخل لنا الادسنس، ولكن فاش بغيتوا تحسنوا من الوضعيه نتاعكم لا لا لا، انتوما غتبقاو تدخلوا لنا حنا الادسنس. واه هذا راه مشروع راديو محمد، راه كان مشروع نتاعكم، هو اللي هذاك الوجه نتاعهم هو اللي كبر لكم هذيك القناه، ولكن من بغاو يديروا مشروع لراسهم لا، خصنا نحاربهم ونخرجوا نحاربوهم بالوسائل الدنيئه. عرفتوا باش حاربتوا؟ الوسائل الدنيئه، حشومه حشومه وعيب وحرام، حشومه ان احنا نشوفوا العائله هذه الصوره نتاعها، حشومه نشوفوا العائله تضرب بعضياتها، حشومه نشوفوا العائله تضرب في اطفالها. راه ولاد راديو محمد راه دمكم ولحمكم اللي ما خليتو ما قلتو فيهم، ما خليتو ما شرعتو فمكم فيهم، وخليتو قنوات وحدين اخرين تضربوا فيهم. على هذا ماشي حرام؟ هذا ماشي عيب؟ راه دمكم ولحمكم. ويلي حي، شو هاليكم واش تقولوا؟ ايوا اش نقول لكم؟ يلا يلا حيدوا 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 دوك لا فيديوهات دغيا يلا.